بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بضيفنا الكريم الأخ عجب المطيري من السعودية. أهلا بكم مرتين. عميل لشركة المحيط، مرحبا بك في ماليزيا أخ. أهلا وسهلا. الله يعافيك ويسلمك. في البداية نود منك أن تعرفنا كيف تعرفت على شركة المحيط. والله تعرفت أنا عن طريق صديق لي قبل فترة، جاء على عن طريق الشركة، وبعد كذلك جاء عن طريق صديق له. تقييمك لأداء شركة المحيط بداية من تراسلك معهم بالواتساب حتى استقبالك في المطار حتى مغادرتك إن شاء الله غدا. ممتاز جدا، تواصلهم كبداية والرد وعدم التأخير هذا شجعني إني أكمل معهم، وأشكرهم على الباكج كامل، واستقبالهم في المطار طبعا جيد، وفروا جميع الخدمات والنقل من الفندق إلى غدا إن شاء الله العودة. الأسعار؟ الأسعار ممتازة جدا. ما هي الصعوبات التي واجهتك؟ إلى الآن الحمد لله ما في صعوبة، لا مع الشركة ولا مع غير الشركة الحمد لله. كثير من العملاء يستفسرون على المعيشة أو تكلفة المعيشة في ماليزيا مقارنة بالسعودية. أشوف هل هي نفسها تفضل؟ أخف، فيه أخف على حسب المواقع، على حسب المجمعات، على حسب الشخص. الأسعار يعني هل هي متقاربة؟ تقريبا متقاربة. الطقس والأجواء في ماليزيا؟ بالنسبة لنا احنا حقين السرقية نشوف ان هذا جو بارد. كلمة أخيرة. اولا اشكر شركة المحيط، واخرا كذلك هي الطاقم كامل، قدمونا سواقين ممتازين معانا، الجولات ممتازة، وانصح اشخاص اكثر مرة ان شاء الله راح اوصي على شركة المحيط. الله يعافيك ان شاء الله، باذن الله ترجع الى بلدك بالسلامة باذن الله. الله يسلمك، وان شاء الله تعود مرة اخرى ان شاء الله باذن الله اذا تحت لي فرصة. لدينا فروع في روسيا وفي سنغافورة وفي سريلانكا وفي تايلاند. نعم، رقمكم موجود يعني ما فيها اتجاه الحين ان شاء الله عن طريق شركة المحيط. الله يعافيك، في امان الله. هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.